عن جديد وصلنا للفقرة اللي كلياتنا منحبها ومننطرها مع المدام نجلة أباني لحتى نعرف حظوظنا وأبراجنا وأكيد شو مخبيلنا الفلك. يسعد صباحك مدام. صباحك خير. صباح خير مدام. صباح الخير يا رنا، يسعد أوقاتك. تضلوا دائما بخير، مبسوطين مرتاحين. اليوم الأحد 19 أدار، تمنياتي لكم السعادة. أنا عم أكد على التاريخ لأنه من امبارح في تغييرات بكواكبنا. عطارد صار في برج الحمل. عطارد هو كوكب السفر، الأوراق المستندات، دخل من امبارح إلى برج الحمل، يعني إلى جانب المشتري في برج الحمل، وهلأ يومين رح يدخل كمان الشمس إلى برج الحمل. هلأ هذا يعني أنه مواليد برج الجدي هن الأكثر تعباً، مع أنه حتى في جزء من تعب لمولود برج السرطان أو الميزان، بس يعني أنا بشوف لا، الجدي هو الأكثر تعباً. ما زالت الزهرة تتقدم في برج الثور، عاملة حماية للجدي، بس يعني في بعض المتاعب لمولود برج الأسد، لمولود برج العقرب والدلو، لازم ينتبهوا شوي خلال الفترات القادمة. غالباً مالياً الأمور لا تعتبر كتير مريحة. هلأ طبيعي ونحن داخلين على الشهر الفضيل نكون كلياتنا متضايقين شوي مالياً، أمورنا ما كتير الأريح. المريخ لآخر أيامه في برج الجوزاء، لذلك ما رح أعلق على شيء. أنا دائماً بعتبر المريخ بآخر الأيام بخف كتير تأثيره، بصير تأثيره خفيف. أول أخباري العزيز ده مولود برج الحمل، لليوم على الصعيد العاطفي أموره جيدة وطبيعي بوجود الزهرة في بيت المال، لقاءات يمكن حميمة، في شيء واقع أنت عم تعيشه ممكن يكون إيجابي، منها تجمعات أنت تدعى لها أو مؤثر على محيطك أو تشرك عائلة في احتفالاتك. يوم مانو يوم اعتيادي، مو قاعد لحاله مولود برج الحمل، قاعد مع الآخرين، عم بيخطط، عم بيعدل، عم بيرتب أموره، يمكن أموره الاجتماعية تعتبر الأفضل. مولود برج الثور، الحياة من مبارح أمورك لا تعتبر كتير الأريح، ما بعرف عم تعقد الخلافات، شوية عصبية، شوية قوانين، انت هاي القوانين اللي يعني هذا صح هذا غلط، هذا بيصير هذا ما بيصير، قد تصطدم مع من تحب لعدم رضاك عما يحصل، عصبي أو منفعل أو صريح أكثر مما يجب. هلأ أنا بقول عم تضطر لفعل أشياء ما أنك كتير راضي عنها مولود برج الثور، واليوم بالذات كل ما حولك لا يعجبك. مولود الجوزاء أحد الأيام الإيجابية اللي ما عم تتوقف فيه عند عراقيل، في نصائح قادمة ممن يحبك، اليوم في دعم غير محدود لك مولود برج الجوزاء، وانتبه إنه هاي الأيام أيام جيدة لك، استفيد منها، بكرة ما حيكون مثل اليوم. يعني أنا بتمنى اليوم إذا عندك قصة بدك تخلصها خلصها، إذا أمر مهني تناقشه، عم تنقل ملاحظات، عم تمسك بإيدك سلة تفاهمات، هاي الأيام أيام إيجابية لمولود الجوزاء. مولود برج السرطان كمان مرتاح، يمكن لأنه في عنده مساعدات أو محبة، ما بعرف إذا هاي أيام عم تفكر بسفر، بس أنا أعتقد إنك هادي الأعصاب اليوم، في شيء ممكن شخصي عم بيأثر على طريقة حياتك. طبعاً أصلاً بلشت الأمور الشخصية تتحسن، وخاصة بدخول الزهرة إلى برج الثور، بس ممكن يكون في سفر، بس الأكيد أنه أنت عم تفكر، يعني عم تشعر بحالة تشجيع وطمأنينة حواليك، في حد عم يمنحك مشورة، واليوم للقاءات أو للتفاؤل. مولود برج الأسد، الحياة أنت اللي شوي متعب، وتذكر أنه كلنا معرضين للأخطاء، في شيء حوالينا ما كتير مريح حوالين مولود برج الأسد، تأجيل، تأخير، قصص العلاقة بما عم تقدر تتصرف بحرية، يعني عم تستشير يمكن الناس اللي حواليك. هلأ أنا بتمنى تخفف عصبيتك اليوم قدر المستطاع، وانتبه إنه ممكن يكون في نزاع محتمل أو سوء تفاهم محتمل بينك وبين الناس القراب منك. مولود برج العذراء، 100,000 قصة شاغلته اليوم، مو لنوم الظهر، مو لتنهي أعمالك هيك وترتاح وتسترخي، في مسؤوليات طارئة ما فاضي تحك راسك، معجوق كتير، والأمور العلاقة بشوية مضايقات نفسية سبب شيء ما عاجبك بالعمل بالغالب، يعني هي بعض الأعطال، هي نوع من حدا عم يتدخل لك بأمورك، هي يمكن محتاج اليوم تبذل جهود. على كل لآخر الأيام أنا بدي بلش نبهك صحياً، يمبارح واليوم وبكرة وبعد بكرة آخر الأيام اللي لازم نبهك شوي صحياً، بس انتبه إنك ما تضيع وقتك. مولود الميزان، أحد الأيام الأفضل لتنظم علاقاتك هذه الأيام، مناسب لتوضيح الآراء،
لتشرح وجهة نظرك، لتمتلك إرادة للتواصل مع محيطك. اليوم كلماتك لطيفة، مولود الميزان، في دقة باتخاذ القرارات، في نصائح يمكن عم تتغلب على منافسين ربما. اليوم طريقتك محببة وملفتة للأنظار بالتعامل مع الناس اللي حولك. مولود برج العقرب، أنت اللي مانك مرتاح من مبارح، أمورك فيها نوع من أنواع المضايقات، لست في حالاتك الطبيعية. إذا عرفت أنه أنا ماني بحالاتي الطبيعية بصير بتحمل غيري أو بصير شوي بنتبه على تصرفاتي. أنت جبار بمواضيع المرض، ما بعرف إذا السبب قصة صحية ممكن يكون، بس اليوم أغلب مشاكلك عائلية شخصية أكثر منها بالعمل. ما في شيء سيء، بس الآن كأنه قاعد هيك عم بتفكر، عم تناقش، عم تستنى، يمكن أمورك رايحة باتجاه التعطيل أو الانتظار أو سوء تفاهم بينك وبين الناس القراب منك. مولود برج القوس، لا، الأمور اليوم جيدة لمصالحات، لإرضاء العائلة أو الشريك، لتبرز مواهبك، لتفرض على الطاولة. اليوم يوم إيجابي لمصالحة ربما، أو لتصلح بعض الأخطاء مثل ما قلنا، أو لعلاقات إنسانية إيجابية. في إنجازات، في انطلاقة جيدة، في قصة عملية شخصية ممكن تفرحك. هلأ هاي الأشهر على كل أشهر جيدة، وخاصة بدخول أغلب الكواكب لبرج القوس، لبرج الحمل صديقك. مولود الجدي، انت اللي عم تناقش بعض الامور الماليه، وما بعرف قد ايه لازم انصحك انك تغير طريقه حياتك، طريقه صرفك. تعودت على المصروف الاكثر مما يجب، ولازم توصل لشويه توازن. المال جيد، لكن عم تستعمله انت بطريقه اكثر مما يجب، يعني عم تصرف قصدي اكثر مما يجب. هلا اذا القصص اللي مضايقتك ماليا الامور تهون، بس مع ذلك اليوم انا ما كثير بشوفه مريح على الصعيد المالي. مولود الدلو الأمر ببرجه، مما عم بيخليه يرتب أموره بطريقة إيجابية مع الآخرين. في شيء إيجابي ممتع لألك، مشاعرك يمكن واضحة، عم تستغل ميزاتك بالحوار، عم تختلط الأمور العائلية والعاطفية لتوصل للبدك إياه. أوضاعك اليوم إيجابية، سعيد مع أصدقائك، وعلاقاتك بالآخرين هي اللي جايبت لك سعادة على الغالب، أنت تتباهى بمحبة الآخرين. مولود برج الحوت، اليوم أنت اللي فاقد نشاطك وحيويتك، كأنه محتاج لمن حولك، وما بعرف قديه يعني عم بتلاقيها هي الحاجة، قديه عم تلاقي هدول الأشخاص. لا تكن خجولاً على كل الأحوال في طلب المساعدة، خاصة أنك من الأشخاص اللي اليوم هيك يعني في شيء معصبك، في شيء مضايقك، في نوع من أنواع الأخطاء ربما. أنا ما قلت لا، ما تعطي، لا تعطي أسرارك لمن لا يستحقها. خليني عايد مولود اليوم، اللي هو مولود 19، كل عام وانتم بخير، يجعل ايامكم سعيده، محب لعائلته واولاده، بيمنحهم من قلبه كل شيء بيحتاجوه. لا تحاول تخدعه ابدا او تكذب عليه، لانه ابدا ما رح ينسالك هذا الخداع، ورح يعاقبك عقوبه شديده. هو برج الحوت، برج لا ينسى المعروف ولا ينسى الإساءة إطلاقاً. من الأشخاص اللي عندهم مزاجية أكثر مما يجب. هلأ طبعاً عصبي، ضيق الخلق، كونه آخذ تكة، نحن صرنا ب 19 فآخذ تكة من برج الحمل، بس هو كائن لطيف ودبلوماسي. طبعاً السنة أنا بعتبرها للمال بامتياز، رغم أنه أنت وضعك المالي يعتبر الأسوأ بين 12 برج. أنا عم بحكي عن 3-4 شهور الماضيين ما كنت أبداً مرتاح، صار لك 7-8 شهور، لا، أنت بطريقك يا اللي ترقية، يا اللي زيادة بالراتب، يا اللي بتحسن على الصعيد المالي، كأنه عم تفكر بقصة عقارية أو قصة العلاقة بارتباط. الله يقدم لك في الخير يا رب. رسائلكم بالتأكيد على 1845 من أي موبايل داخل سوريا. ديانا بنت إسعاف عم تسألني عن أمورها. والله ماني خايفة عليك دراسياً، أولاً حظوظك بالصيف تعتبر الأفضل يا ديانا، ثانياً أصلاً أنت دريسة وشطورة، يعني أنا ما بخاف عليك، أنت حدا إذا قعد على الدراسة إله ركزة وبيطلع بإنجاز. ولاء بنت عليا، يسعد أوقاتك، عم تسألني بعلاقتك مع بشار. ولاء مو بعتي لي تفصيل مع بشار، بس يعني أنا بشوف العلاقة بالمجمل ضمن الإطار الجيد، سواء كان بشار أول السنة وهو أفضل، سواء كان بنص السنة ماشي الحال، بس العلاقة بالمجمل جيدة. هلأ الصيف أنا بيخطر لي هو المفرح بالنسبة لإلك، هو اللي ممكن يكون إيجابي. طبعاً بين الرابع وبين الثامن هالفترات في مبروك عندك إذا أراد رب العالمين.
علا بنت عيدة عم تسألني عن أمورها. والله سنة حلوة بالنسبة لك، بس علا الصيف حامل لك فرقة، ما بعرف إذا بسبب سفر بدك تسكري صفحة تفتحي صفحة جديدة، ممكن تتزوجي حدا خارج محافظتك، وممكن بالنتيجة يكون الزواج عن عقل وليس عن عواطف. هي بالأصل داخلة على صيف ما رح يكون كتير عاطفي، الأفضل عموما فيه انتهاء شيء وبداية جديدة. إن شاء الله تكون البداية جديدة جيدة يا رب. فاطمة عم تسألني عن أمورها. يسعد أوقاتك يا فاطمة، والله عندك سيرة كتير حلوة تاخد العقل، مع أنه أنت صلك 10-15 يوم مانك مرتاحة يا فاطمة، بس لا هي كسنة سنة إيجابية وجيدة، وغالبا فيها تغييرات مهمة وإيجابية بالنسبة لك. أنا بشوف الصيف المفرح. محمد ابن كوسر عم بيسألني عن أموره. يسعد أوقاتك يا محمد، أمورك جيدة جدا هذا العام، بس محمد أنت ما عم بتشغل عقلك كما يجب، يعني أنت من الأشخاص اللي ما عم بيشغلوا عقلهم كما يجب. أنا برأيي أنه أنت حدا عاقل وبتعرف ترتب أمورك وما بخاف عليك، بس أنت هيك مسترخي، يعني هالفترات مسترخي أكثر من أنه أنت تكون عم تعمل شيء مهم بحياتك. خالد عم بيسألني عن 18-45. خالد الحسن عم بيسألني عن أموره. والله خالد أمورك جيدة. أولاً أنت قايل لي أنا برجي جدي، بعت لي 28-1. 28-1 هو برج الدلو بالقطع يا خالد. على كل الأحوال ما بعرف إذا رجع صحح لي إذا أنت لا فعلاً جدي ليكون مخربط، بس أمورك جيدة جداً عموماً، وهذا عام إيجابي خاصة هالشهرين بالذات خالد، يعني الرابع الخامس في شيء ممكن يتغير بحياتك، فما بعرف انت شو ناوي، بس الله يقدم لك فيه الخير يا رب العالمين. آية بنت إيمان عم تسألني إذا في خطوبة. في أمر عاطفي جيد، يمكن ما ينول كتير رضاكي عموما، لأنه الصيف يعني ممكن يكون له علاقة بسفر، ممكن له علاقة بجازة أهل، بس أنا بعتبر في شيء عاطفي له علاقة بتغيير، فالله يقدم لك فيه الخير يا رب العالمين. موفق عم بيسألني عن أموره. موفق عندك سر بتاخد العقل، مع أنه أنت مانك مرتاح بهي الفترات، يعني بدك الصراحة لتاريخ عيد ميلادك وما بعد لتدخل الشهر الأفضل بقى ليكون في تغييرات حقيقية. هلأ الشهر الرابع أنا بعتبره شهر للتغييرات الإيجابية والجيدة واللي ممكن تحمل نوع من أنواع التغيير. على كل إن هي كسنة سنة حلوة بالنسبة لك وبالذات بالعمل. أنا اسمي بنان. يسعد أوقاتك يا بنان، والله أمورك إيجابية وجيدة، والسنة بالنسبة لك مهمة لأنه فيها تغييرات، فالله يقدم لك فيه الخير. أنا بظن التغييرات بالصيف رح تكون فيها نوع من أنواع الفرح، فالله يقدم لك فيه الخير. أنا إبراهيم يحيى. يسعد أوقاتك يا إبراهيم. إبراهيم حبيبي السنة لنا للتغيير ولنا سنة سيئة. المشكلة ما بقدر أقول لك أنه مثلا الصيف لا منيح أو الشتاء لا أحسن، هي عم بيجي شهر هيك شهر هيك، شوي بتقول يعني بالشهر المنيح ممكن يكون في إيجابيات مثل هذا الشهر القادم أنا بعتبره جيد، الخامس مثلا جيد، رح يجي السادس ما كتير مريح وهكذا. يعني أنا بظن إذا في تغييرات رح تكون لآخر السنة يا عزيزي. الله يقدم فيه الخير يا رب العالمين، وإن شاء الله الجميع يضلوا بخير وصحة وسعادة. آمين يا رب. آمين يا رب. إن شاء الله للجميع. شكرا كتير مدام. يجعل أيامكم سعيدة. شكرا لك مدام ويسعد صباحك.